هيا بنا لنصلها بالقرآن مرة أخرى مع ابن قرية بهن باي شيخنا محمد فوزي في حضور أعلام القرية والحاج محمد أبو فوزي، فليتفضل مشكورا. أسأل الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية
ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم الفلك وسخر لكم
وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإذ قال
قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم.
دعاء عظيم دعا به خليل الرحمن إبراهيم، وكان الدعاء من قلب سليم، لذا أتت الإجابة من المولى الرحيم أن وهب له الغلام الحليم، وجعل له من بين أقدامه زمزم شفاء لكل سقيم، وجعل بيته الحرام مثابة لكل أثيم. إلى ما تيسر من آيات سورة إبراهيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد فوزي ابن قرية بهنباي، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم شيخنا الموقر والعلم الإذاعي الشيخ محمود علي حسن، وباسم الأسرة الكريمة آل الشيخ، أيها السادة، يتوقف إرسالنا الآن على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فقد أخبرنا بأن فضيلة الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي إلينا في الطريق الآن، ثم الشيخ محمد علي الطاروطي، والشيخ ممدوح جودة سعد، والشيخ صالح علي حسن. ليلتنا قرآنية ممتدة لا تمنعها الأمطار، لأن فيها محبة الأخيار لنبينا المصطفى المختار.